تألمنا في هذا اليوم لهذا الحادث الذي راح ضحيته عدد من أبنائنا شهداء المصابين وهم في طريقهم إلى دير القديس العظيم الأب صموئيل المعترف في بابية القلمون. تألمنا كثيرا لمثل هذه الحوادث، ولكننا على رجاء القيامة نودعهم ونعلم أن الله ضابط الكل، يرى كل الأمور ويضبط كل الأحداث وكل حياتنا. أرسل كل تعزياتي إلى أسر هؤلاء الشهداء وإلى أسر المصابين، وباسم الكنيسة وباسم كل هيئاتها نعزيهم ونتعزى معهم ونصلي أن يملأ الله قلوبنا بتعزياته السمائية. نشكر أيضا السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصاله التليفوني وطلب مننا أن ننقل تعزياته إلى أسر كل هؤلاء الشهداء والمصابين، وأيضا تحدث عن كيف أن مصر بتماسكها وبقوتها سوف تهزم هذا الإرهاب، لأننا أهل خير ونسعى إلى كل الخير ولا نبغي شر لأحد. أيضا نشكر السادة الوزراء الذين اهتموا بهذا الأمر، السيدة الدكتورة وزيرة الصحة والسيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، واهتمامهم بتقديم الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بكل متطلباتها. نشكر محبتهم ونشكر السادة الأطباء الذين قاموا بواجبهم مع كل الفريق الطبي في أكثر من مستشفى. نحن على تواصل مستمر مع الأباء الأساقفة الأحباء في المنطقة في المنيا وفي دير الأب صموئيل وفي سوهاج، نتواصل معهم ومع الخدام من أجل تقديم كل ما يحتاجه هؤلاء المصابين ومن أجل راحة الشهداء. نحن نعلم أن مثل هذه الأحداث التي تصيبنا هي لا تصيبنا كمسيحيين فقط، ولكنها تصيب المجتمع المصري كله، ونعلم أن أثمن ما نملكه هو وحدتنا وتماسكنا، ونعلم أن مثل هذه الأحداث كما كان في الماضي وكما أنها تزداد في حياتنا صلابة، نحن نعلم أن هذا الحادث أيضا يزيدنا صلابة. نحن نرفع قلوبنا بالصلاة، نصلي من أجل هؤلاء الشهداء ومن أجل شفاء المصابين ومن أجل الذين يهتمون بهذا الحادث، ونصلي من أجل سلامة بلادنا وحفظ السلام فيها، ونصلي أيضا من أجل المعتدين الذين اعتدوا لأنهم في غيبوبة، لأن ما يسببه من حزن ومن ألم ومن ضيق ومن نكد في مجتمعنا المصري لن يحقق شيئا على الإطلاق. نحن نثق في الله الذي يرعانا ويرعى بلادنا ويحفظنا دائما في اسمه القدوس، ونثق في كل المسؤولين كل في مسؤولياته، ونشكرهم ونصلي أن يعوضهم الله بالخير، ونصلي من أجل أن يسكب كل تعزياته في قلوبنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.